ستات بيبقى نفسها تلبس على الموضه، ممكن يكون عندها لبس حلو بس لانها مش عارفه تلبسه صح يبقى شكله مش حلو وهي لابساه. عشان كده هنعرف ازاي ممكن بلمسات بسيطه نغير من لبسنا ونخليه على الموضه في فقرتنا اخر موضه مع مصممه الازياء بيتي. اهلا بيكي يا بيتي. ازيك يا دودو؟ الحمد لله. ازيك يا جميل؟ الحمد لله. قولي بقى ازاي ممكن الست تمشي على الموضه في لبسها وفي لفات الاشاره بتاعها؟ بصي يا ستي، اولا عايزين نقول برضو ايه هي الموضه. الموضه هي الالوان والموديلات. طيب انا هبص على الالوان والموديلات، الموضه ايه، هشوف مثلا السنه دي الموضه الجري والاسود والكحلي مثلا، والموديلات الفساتين الطويله والسالوبتات والسراويل، كل ده حلو قوي، انا هتفرج عليه وهشوفه، بس هل انا ينفع البس كل حاجه في دول؟ هل ممكن البس كل الالوان دي؟ هل ممكن البس كل الموديلات دي تليق عليا؟ انا بقى بحب جدا يبقى كل حد عنده الموضه بتاعته، انا البس الموضه اللي تناسبني واللي تتناسب مع جسمي ومع شكلي مع حجابي مع كل حاجه فيا، هي دي الموضه بتاعتي. هو ده اللي انا بحبه. فكل حد لازم طبعا لازم ابقى عارفه ايه الخطوط الاساسيه ومن خلالها ابتدي البس الموضه اللي تناسبني. طب تعالي نشوف كده يا بيتي اول فكره عاملاها لنا النهارده. هنا بصي احنا حاولنا نعمل فكره ايه بقى في الريبورتاج المره دي، ان احنا لبسنا الاول اللبس عادي من غير اي اكسسوارز ومن غير ما نعمل لمسات، ما نعمل فيه لمسات عاديه. هنا لابسه فستان بلين ما فيهوش اي حاجه خالص ساده، وحتى تحتيه بادي ده العادي. هنا بقى لبسناه بشميز، حطينا بقى شميز بولونات، حطينا له حزام، ربطنا له على الاشارب بطريقه الذ احلى بطريقه اشيك، غير الشكل بالظبط كده. هنحس بقى بالفرق اكيد من هنا وهنا، ما عملناش اي حاجه، هو الفستان، وده اللي احنا بنحاول نقوله للناس ان هو الفستان، هو البادي اللي من تحت، كل اللي حطيناه حطينا لمسه الحزام والشميز، وربطنا الطرحه بطريقه شيك ورقيقه. بقى طبعا غير شكله خالص. هنشوف دلوقتي الشكل قبل وبعد. طبعا الفرق واضح. فرق واضح. انا بقى نفسي الناس تتعلم كده يا دعاء، لمسات بسيطه جدا، مفيش اي حاجه. لبست شميز، هي كل اللي عملناه احنا لبسناها شميز وحطينا لها حزام، مش لازم حتى الحزام لو هي مش عايزه، بس كل اللي عملناه حطت شميز حلو تحته، لا وعملت ربطه اشارب شيك بس اللبس كله اتبدل. صح، هو بقى دي الموضه. هو بقى ده اللبس. زي ما كده دكتوره فاء بتقول اسلوب حياه. احنا عايزين نعمل نفس الفكره بس في اللبس. نشوف كمان فكره. هنا بقى الاشارب ده اللي احنا شايفينه دلوقتي، هو ده مجموعه اشاربات فوق بعض. احنا بنشوف المنظر ده كتير جدا في الشارع، البنات الصغيرين والناس وكل الاعمار يعني تقريبا بيعملوا نفس الفكره دي، وبيلبسوا كده البادي القصير وبيلبسوه على الجينز. على فكره الموديل هنا رفيعه، يعني الموديل لو 65 70 كيلو كنا هنشوف منظر تاني خالص. لا اكتر لا من كده يعني 50 كيلو مثلا يعني، وهيبقى المنظر بجد هيضايق عينينا اكتر من كده بكتير، ده هو هنا مش مضايقنا. بصي بقى هنشوف الفرق لما هنهدي الاشارب شويه ان شاء الله في حالا في اللي بقى. بصي بقى الفرق، لبستي يعني شميز طويل، انت ما حسيتيش ان عينيك ارتاحت؟ طبعا. عملنا ايه بقى، حطينا شميز طويل، هو البلوفر اللي من فوق، وعملنا الاشارب بطريقه رقيقه جدا ما فيهوش اي حاجه خالص، ربطناه على ورا ونفس الجينز ونفس البلوفر، بس حطينا شميز طويل يتناسب مع حجابنا يبقى شكله حلو ويخلينا اشيك واحلى ومظبط اللبس، وفي نفس الوقت عملنا الاشارب بطريقه رقيقه. غير طبعا الشكل جدا، ادها فعلا شكل على الموضه بالظبط. ده بقى اللي احنا عايزين نوصل له. اللوك دي هنشوف دلوقتي طبعا قبل وبعد، وهي لابسه اللبس بطريقه عاديه وهي لابسه بطريقه صح. احنا عايزين برضو الناس يقولوا لنا ايه يعني، عينيهم برضو شايفه كده زينا برضو الحاجه عامله ازاي وكده. معانا ريهام. اهلا ريهام. وعليكم. ازيك يا حبيبتي؟ عليكم السلام. وعليكم السلام. اخبارك ايه؟ اتفضلي. يا حبيبتي على فكره انا بحبك قوي. يا حبيبتي انا بحبك. بس لو سمحت انا بسالك، ان انا عندي مشكله ان انا وشعره جدا. فقالوا لي اعملي تحاليل هرمون كده، فمش عارفه، فيا ريت تفيدينا بيهم دكتور كده يعني. ماشي يا حبيبه قلبي، حاضر، انا هنسالك على الحكايه دي يا ريهام. وفعلا تحليل الهرمونات ده بيتهيألي مهم قوي انك تعمليه، وفي دلوقتي كمان العلاج بالليزر، يعني بيشيل لو انت مثلا في اماكن معينه دايما بيبقى مثلا الهرمونات بتبقى هائل في الحته دي في كده، بيتشال في مثلا من ست لثمان جلسات ليزر بالكتير، بيروح خالص مش بيطلع، على الاقل لمده 4 سنين مش بيطلع نهائي. بتقلل الاكل فراخ. طيب معلش، ما احنا اصل اكلنا دلوقتي بقى غلط. كفايه الفراخ دي. الفراخ يعني هنعمل ايه طيب؟ والخضار والفاكهه وكل حاجه بقى فيها هرمونات، هنعمل ايه؟ احنا حظنا بقى كده في الزمن اللي احنا فيه. الحمد لله. الحمد لله. بيتي الموضه ملاحظه انها دلوقتي بقت بسيطه جدا، كل ما الواحده تبقى بسيطه في مكياجها في لبسها كل ما تبقى على الموضه اكتر. طبعا
يعني حتى هنلاحظ ان مش حتى في اللبس بس، حتى دلوقتي انت مثلا مش الناس كلها ليه حابه المودرن حتى في العفش ليه؟ لانه ساده ما فيهوش حاجه، عينيكي مرتاحه، انت شايفاه بتخشي تلاقي حيطان بيضة، كنبه ساده خالص ما فيهاش اي حاجه، ترابيزه ساده مظبوط. يعني الناس كلها راجعه لكده في العفش وفي اللبس وفي كل حاجه. فاحنا عايزين نعمل يعني نفس القصه في اللبس. انت مثلا لو انا داخله عليكي، حتى انا لو انت لابسه حاجات كتير فوق بعض، لابسه اشارتين ثلاثه فوق بعض، ولابسه حاجات كتير هنا الوان 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 الوان، طب انا هشوف منك ايه؟ وحاطه ميك اب كتير، طب وروج احمر وطرحه مثلا فيها احمر والفستان فيه احمر، طب انا هشوف حلاوتك فين بقى؟ طب انا مثلا، لكن على العكس تماما لو انا بقى شايفاكي حاطه ميك اب خفيف ولابسه اشارت بطريقه رقيقه ولابسه حاجه ساده مثلا فستان ساده ما فيهوش حاجه بس حاطه لمسات بسيطه زي ما احنا بنحاول نعمل، هتلاقي نفسي بقول لك ايه؟ الله ده وشك رايق، الله ده شكلك حلو. ما ينفعش تشوفي حاجات كتير، عينينا بتتعب يعني، عينينا ما بقتش قادره تشوف حاجات كتير كده. تعالي يا بيتي نشوف كمان فكره تانية، اللبس قبل وبعد. دي برضو الطرحه دي احنا بنشوفها كتير جدا برضو اليومين دول، احنا دي القبل والبادي اللي تحت الفستان، احنا برضو بنحاول ان شاء الله ان احنا مش عايزين اي حد يلبس باديات كده تحت الفساتين، واللي هي تعليه الشعر من ورا. تعليه الشعر دي طبعا احنا مش عايزين نتكلم في الحلال والحرام، لان دي ناس واللي يفتوا فيه ويقولوه. تكلمي عن ايه؟ على تعليه الشعر، على المنظر ده كمان انا عارفه ان هو غلط كمان من تحت الطرحه. ان في نهي عنه وفي ناس بيقولوا كده. بس طبعا يعني هم قالوا العلم بيقولوا اكتر بالظبط. حطينا كل اللي حطيناه هنا، حطينا كم على فكره وربطنا الاشاره على قدام وعملناه كده بفيونكه خفيفه. ده كم مش شميس كامل، ده كم هي على تحت البادي اما تحط الكم. وده هينفع قوي على فكره يا جماعه الكمام ده في الصيف جدا، هتبقى حلوه جدا لان عشان الحر، عشان ما نلبسش طبقات كتير وفي نفس الوقت تبقى كده احلى بكتير. معانا هبه، اهلا هبه. ازيك يا دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام يا جميله. انا بس كنت عايزه كنت عايزه اسال بس، انا في السويس بس دايما الموديلات ديت ما بتبقاش موجوده، فانا عايزه اجيبها وعايزه يعني اغير من طريقه لبسي. فيعني اجيب الحاجات دي منين؟ لان في السويس طبعا يعني البنات بتلبس عادي بقى البديهات القصيره وكده، ما بيهتموش بحته الحجاب يعني كده. ماشي يا حبيبه قلب. مش عارفه اقول ايه يعني. هي اول حاجه الحاجات دي بقت موجوده بصراحه في كل حته، يعني عندنا هنا في القاهره بقى كذا حد بيعمل اللبس ده واللوك ده والشكل ده، وانت بقى علميهم في السويس بقى من خلال البرنامج بتاع دعاء برضه، من خلال ما بتتفرجي علميهم برضه. وبعدين هي كمان في السويس جنب بورسعيد، احلى حاجه في الدنيا بورسعيد دي بقى، واللبس المستورد كله هناك، والحاجات دي اصلا يعني هي موضه عالميه، يعني السميزات دي هي المستورده، الكمام المنفوخه مزبوط. كل الحاجات دي مستورده. وبعدين هي انت عارفه المشكله ايه بيتي؟ ان البنات بيروحوا مثلا محل المحجبات فما يلاقوش فيه الحاجات دي فيقولوا يبقى ما فيش. لا انت ما تقصريش نفسك على محل المحجبات، بس انت تلفي تجيبي من هنا شميز، من هنا جوب، من هنا بنطلون، من هنا سالوبات، من هنا بوليرو، اي حاجه. المهم ان هي تاخد الفكره، تتعلم الفكره ازاي والخطوط الرئيسيه زي ما احنا قلنا ان احنا هنلبس ايه على ايه ونعمل ايه. والحمد لله ده متوفر جدا في البرنامج انا شايفه يعني بتاعك. وهي بقى تنزل تشتري من محلات مختلفه وهي تحاول توفق اللبس على بعض. واحنا برضو عايزين بقى ان كمان كل الناس يعني كل اللي بيعملوا لبس للحجاب وكده يشوفوا بقى الافكار ويجيبوا الحاجات دي ويعملوا حاجات بقى الشميزات والحاجات الموضه دي. يا ريت والله، يا ريت يا ريت يعني نوحد كلنا الموضه زي ما هم بره كلهم بيعملوا موضه عالميه ليهم وبيخلوا كل الناس تلبس اللي هم عايزينه. يعني اي حد اي مصمم ازياء بره الناس بتبقى يعني هو يعمل النهارده اللبس ده، اللبس ده هو العالم كله بيلبسه، احنا كمان يا ريت نعمل كده، نعمل كل حاجه بما تتناسب معانا وناخد بقى فيها نيه كمان لله. انا لما رحت ايطاليا كان ساعتها الموضه الاحمر في ابيض، يعني من ساعة ما نزلنا في المطار كل الشوارع كل الفترينات بتاعت المحلات الست عجوزة لابسة فستان نص كم أحمر ولابسة رابطة إشارة على رقبتها أبيض، كل الدنيا أحمر في أبيض أحمر في أبيض أحمر. قلت مش معقول البلد كلها ماشية على خط واحد. أنت عارفة أنا بعرف الموضة منين أول ما بنزل الشارع في أوروبا. بلاقي كل الناس لابسين، بعرف بقى أقعد أقول طيب ده موضة بقى وده موضة وده مش عارفة أعمل إزاي ودي بقى الألوان وده الشكل. صح، عايزين احنا كمان نبقى ايه مواكبين كده الموضه العالميه بحجابنا. احنا نشوف كمان فكره، دي برضو احد لفات الطرح الموجوده اليومين دول اللي احنا برضو ان شاء الله عايزين برضو الناس تقلل شويه عشان وشها يبان. يعني بصي حتى احنا هنا مش شايفين وش الموديل، شكلها مش باين. يعني هو برضو لابسينها بادي تحت الفستان، تحت الفستان
بصي بقى الفرق. برضو حطينا شميز وربطنا الطرحة بطريقة شيك وخفيفة خالص ما فيهاش أي حاجة على ورا، بس سبحان الله شكل البدل خالص صح ولا إيه؟ خالص يعني يعني هنا هنا زيزي شكلها جميل جدا، لكن هنشوف دلوقتي قبل وبعد في الشكل الاولاني اكيد زيزي كرهت نفسها. هي كانت متضايقه جدا اصلا، قالت ايه ده، معقوله معقوله كده، انا مش عايزه انا مش عايزه كده. ومعانا مي. اهلا مي، اهلا بيكي. ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. ازيك، انا بحبك قوي يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا مي. اتفضلي يا ام. لو سمحت انا عايزه اعرف لفه الاشارب. لفه الاشارب انهي اشارب؟ نعم، انهي اشارب؟ الاشارب اللي هي جت اول واحده، اول لفه اشارب. كانت شبه كده. زي زي اللي عملها اول واحده. ماشي يا حبيبه قلبي، ممكن اجيبها لك. خلاص، اول اشارب اللي هو كان لورا بس كان باشارب مستطيل. اللي كنت عاملاه لزيزي اول واحد. اوكي. ده بيبقى اشارب مستطيل طويل بنلفه على ورا سبانيش، وبعدين بس طبعا احنا بنبقى لابسين تحتيه حاجات عشان الندالي. بالظبط. وبعدين بنعمله كده زي درابيهات كده على فوق، وبيطلع من هنا كده وبينزل تاني، وبعدين بنربطه تاني هنا كده، بنعقده عقده كده تاني من هنا لورا. بس ما فيهوش اي حاجه خالص. طيب نيفين. اهلا نيفين. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك انا بشكرك طبعا على البرنامج بتاعك كل حاجه، بس انا بستاذنك في حاجه. قولي يا حبيبتي. في طبعا احنا عندنا نسبه السمنه عاليه. اللي بلاحظه ان ما حدش بيهتم ان هم يعملوا ملابس محجبات للناس المليانين. طبعا كل الموضوع ده بيعمل احباط جامد جدا، يعني حتى الواحده لو مليانه ورايحه تشتري هدوم او حاجه ما بتلاقيش هدوم تناسبها، فبتضطر انها تاكل زياده وتلجا للاكل وتدخن. ده غلط طبعا. المفترض ان يبقى في موديلات حلوه بالوان حلوه تفتح نفس الناس دول ان هم يبتدوا يعيشوا ويبتدوا ينظموا اكلهم وينظموا حياتهم. صح. لكن لما انت عندك حق، عندك حق. لما انا اجيبهم واجيب لهم اكتئاب واقول لهم انتوا صنف غير مدرج هدومه. برافو عليك يعني. انت عندك حق على فكره يا نيفين، وعايزه بقى كل واحده فعلا يعني وزنها مليان تبدا بنفسها تلبس على الموضه، تدور في المحلات، ما لقيتش في المحلات تاخد الافكار وتعملها تفصلها، تلبس على الموضه بالوان الموضه بموديلات الموضه بشكل الموضه. احنا عملنا حلقتين كده، عملنا حلقه منهم كانت مع بيتي المقاسات الكبيره نفس الموديلات، وعملناها المقاسات الكبيره بس الموديلات اللي هي ايه تبقى مداريه مثلا، دايما المنطقه اللي هي في النص دي بيبقى فيها هي المشكله عندنا في مصر. بس يعني في متضايقه ان هي ملهاش محل مثلا مخصوص ليها. هي معاها حق. طبعا صح. يعني ان مفيش حاجه بتخاطبها هي لوحدها، بس والله احنا بنحاول نعمل المقاسات الكبيره او اي حد يعني بيبقى عايز يوسع ويعمل مقاسات كبيره نفس الموديلات بتاعتنا احنا ما بنقولش لا ابدا. برضو عشان يعني الناس برضو تبقى عارفه لغايه اي سايز هي عايزاه، وهي وكل واحده ما تحبطش زي ما بتقول هي تعمل موديلات تعمل موديلات. انا عندي واحده صاحبتي وتسأل. هي مليانه بس ما بيهمهاش، بتجيب الموديلات من الكتالوجات او من اي حد من صاحباتها جايبه السالوبات ده ولا البوليرو ده ولا الشميز ده، وبتروح تفصله وبتعمله على مقاسها وبالالوان وبتبقى ستايل جدا ومؤمر. بصي بس بصي ضعي. بس هو مش كل حد عنده الحته دي الحتة، هو يقدر يروح وياخد الحاجه برضو. هي عايزه تنزل زي اي حد طبيعي، تنزل تروح محل تشتري منه، بس لو ما لقيتش ما تحبطش. طبعا ما فيش احباط خالص. خالص خالص لغايه ما توصل لهدفها. هو ده المسلم الحق يعني. فهي بس هي تسال برضو، انا عايزاها تسال اي مكان تخشه بتشتري منه لقيت فيه مقاسات صغيره وحاجات مش مناسبه ليها تسال، تقول لهم انا عايز مقاسات كبيره بتعمله ولا لا. انا عارفه ان كذا حد دلوقتي بيعمل نفس الفكره دي. محلات كتير فعلا بيعملوا نفس الحاجات اوردر خاص للمقاسات الكبيره. عمر ما حد هيقول لها لا. نشوف كمان موديل. دي بلوزه سيده برضو ما فيهاش اي حاجه وربطناها الاشارب. الاشارب ده على فكره اللي هو بيبقى كحكه كده من ورا كذا واحده ورا بعض، انا مش عارفه هو يبان معانا على الشاشه ولا لا. وجينز مفيش. بصي حتى الكحكه هي باينه من الجنب كده، اللي هي بتبقى مبرومه ثلاثه اربعه فوق بعض. دي برضو من الحاجات اللي ان شاء الله عايزين نبطلها. احنا عملنا ايه هنا بقى؟ لبسناها الادن وحطينا لها فيست ولبسناها عليه بوليرو وربطنا لها الاشارب برضو نفس الربطه الرقيقه اللي ما فيهاش اي حاجه خالص. انه البنطلون الالادن هو برضو بنطلون عشان تبقى هي مبسوطه انها لابسه بنطلون كل حاجه، بس مش الجينز ولابسه حاجه قصيره كمان ولابسه يعني حاجه قصيره. بالظبط، عايزين نبين ان احنا برضو ممكن نلبس قصير. انا حق يعني ما لا يتعارض الحجاب. لا يتعارض طالما هي من تحت ظبطت البنطلون، لابسه واسع ولابسه مش حاجه مبينيني خلاص البس اللي انا عايزاه. سحر اهلا بيكي. ايوه سلام عليكم. ايوه حبيبتي عليكم السلام. اتفضلي. كنت عايزه اسال، عندي سؤالين عايزه اسالهم. اتفضلي.
اول سؤال، انا عندي مناسبه وكنت جايبه فستان تايجر، انا وزني 80 كيلو تقريبا. جايبه فستان ايه؟ ايه جايبه فستان ايه؟ تايجر. تايجر فكنت عايزه اسال البس له بادي على ذهبي ولا على بني؟ يعني هيبقى احلى مع التايجر ده، بيبقى ايه اكتر؟ هو التايجر ايه، ذهبي في بني؟ ذهبي في بني؟ ساتان، اللي هو ساتان بيج كده، ذهبي في بني، بيبقى البيج بتاعه ذهبي في بني. انت بيضه ولا سمراء؟ لا يعني بفتحه مش غامقه، لوني يعني مش بيضه قوي طبعا يعني. طيب ودي حاجه. السؤال الثاني، ما بيليش عليا الربطات الطرح اللي على ورا دي خالص. مش مهم انك تعمليها خالص، اعمليها على قدام، اعملي اللي يليق، افكار حلوه على زي ما احنا قلنا. يعني مش لازم خالص ترتبطي بحاجه اي حد تاني بيعملها، اعملي اللي يليق لك ويبقى شكله حلو على وشك. هو ده اهم حاجه، الحاجه تبقى شكلها حلو عليكي. أيوة. ده المهم. تقعد هي تجرب لفات على وشها شيك وبسيطه. انا لو هي ما بتحبش اللي على ورق، الربطه اللي احنا كنا عاملينها النبيتي اللي بالورده اللي هي بالفيونكه على جنب دي تبقى حلوه جدا وموضه كمان جدا وحلوه جدا، هتبقى في سواريه جدا جدا فعلا. على شرب خفيف كده وتتعمل فيونكه لذيذه كده، يبقى جميل. طب قولي لها بقى على فكره للفستان، واضح ان هو فستان مثلا بيبقى كت او بحمالات وعايزه تلبس له حاجه. انا رايي انها تلبس من تحت بني. تلبس بني بس هي كانت بتسال يبقى بادي؟ لا طبعا مش بادي، خلاص بقى احنا المفروض بقى خلاص يعني ان شاء الله لغينا فكره البادي دي خالص، يعني مش عايزينها خالص. وتلبس شميز، اعملوا برده اللي هم الكمام الموضه دي اللي هي الكمام المنفوشه، او تعملوا الكمام الادوار اللي بيبقى بأساتك، بيبقى هيبقى حلو جدا في السواريه. بقماشه حرير او ساتان او اي حاجه سواريه. بالظبط يعني، بس بلاش تفتان، بلاش حاجات واقفه عشان ده شميز، لازم اي حاجه طريه، اي حاجه تمسكها كده تبقى طريه زي الميه كده وتقوم حطها تحت الفستان. طب نشوف بقى كمان فكره بيتي عامله لنا النهارده. دي مهمه قوي، ترتيب الدولاب. دي ادراج فيها الاشاربات. هو مش شرط يا جماعه الادراج، احنا هنا عارضين الادراج عشان الادراج هنا متوفره، لكن احنا مش لازم يبقى عندنا ادراج عشان خاطر تبقى حاجتنا منظمه. دي الاشاربات، مش عايزين نعلق الشماعه على الادراج. طيب احنا عايزين تبقى اشارباتنا، ده مثلا درج للحزامه ودي ادراج للاشاربات. المهم ان يبقى في الاخر الشكل ايه، الاشارب مكوي نظيف محطوط معاه المسك، اللي مش المسك اللي هو المربع ده يا دودو اسمه ايه، مربعات مسك. المربعات المسك دي تبقى محطوطه معاه، عشان كل انت عارفه بنلبس الاشاربه وبنقلعه احنا، يعني ممكن يبقى في مطرح منزلنا وكده اي حاجه، لما بنحطه في الدرج ومعاه مربعات المسك دي بتطلعيه بيبقى ريحته تاني حلوه من اول وجديد. بتلبسيه اي حد كده يبوسك يسلم عليك يبقى شامم ريحتك حلوه. دي زي مبخره بس مش مبخره بالكهرباء، دي فيها زي زيت، الزيت ده بيطلع ريحه حلوه في الدولاب. واحنا معلقين هنا اللبس ورا بعضه، ده اللي احنا عايزين نبين له برضو ان اهم حاجه اللبس يبقى مترتب. موضوع ترتيب اللبس ده مش قادره اقول لكم هيخليكي تلبسي بسهوله ازاي، ما عنديش اي مشكله في اللبس. يعني بمعنى الدولاب كالاتي، نحط البنطلونات ورا بعض اوكي، نحط الجاكيتات ورا بعض، نحط البلوزات القصيره ورا بعض بالالوان، يعني الموف ورا بعض، الاسود ورا بعض، الجري ورا بعض، على حسب اللي عندي ايه. هلاقي نفسي بعمل ايه، انا عايزه البس الفيست ده على البنطلون، البنطلون هو في اول الفيست. انت عارفه ساعات والله انا بس انا اكلم في التليفون ابقى عايزه حاجه، اقول التاني شماعه في الدولاب على ايدك اليمين، انا حفظت خلاص حاجتي، ما انا منظمه، ما هي منظمه. عايزه البنطلون ده في اخر الدولاب على اليمين، ما حدش حتى ولا انت تحتاري ولا انت مش عارفه تنزلي. بيقول ما تبقى هدومك كلها فوق بعض فوق بعض فوق بعض، مستحيل. هتلبسي كمان ساعه جوزك هينزل يجري منك وهيسيبك، يقول لك انت متاخري في اللبس، انت بتتلكعي. وفيها مشاكل كتير جدا. ليه؟ عشان ابقى منظمه. طب وفيها ايه؟ وانت نفسك تبقى عينك مرتاحه، انا نفسي تبقى عينينا مرتاحه في كل حاجه. والنظام والنظافه جد يعني يا ريت. بيتي انا بشكرك جدا، وقت حلقتنا خلص النهارده، وميرسي على الافكار الجميله. ميرسي يا دود. شكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ست الحسن عيشي الحياة بطاعة وحب لله، يا ست الحسن عيشي الحياة بطاعة وحب لله، ارضي نفسك وجوزك تبقي دايما معاه، بيتك املي بحنانك وفي سفينة لدينك، اهتم دايما بالمظهر وخلي الحلال قدام عينيك، بيتك املي بحنانك وفي سفينة لدينك، اهتم دايما بالمظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. تعلن أكاديمية سموحة بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع التابع لجامعة الإسكندرية فرع